الوقف اليوم في ظل استمرار المعتقلين السياسيين في المعتقلين في سجن أريحة لأكثر من 76 يوم، اليوم جاءت كافة عائلات المعتقلين السياسيين للتنديد باستمرار اعتقال أبنائهم ولتفعيل قضية الاعتقال السياسي المغيبة بعد 76 يوم. لا زالت قضية الاعتقال السياسي مغيبة، ويعني لنطالب ونناشد كافة المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية والشعب الفلسطيني أن يلتفت لقضية الاعتقال السياسي. هناك ما يزيد عن 20 معتقل سياسي في كافة أنحاء الضفة، وثمانية منهم معتقلين في سجن مسلخ أريحة لأكثر من 76 يوم من دون أي لائحة اتهام موجهة لهم. فكرة البلالين اللي بتحمل شعار الاعتقال السياسي جريمة هي أيضا من فكرة لفت الانتباه لقضية الاعتقال السياسي، أيضا حتى الأطفال يعرفوا ليش إحنا واقفين، خاصة في ظل ولادة زوجة أحمد لابنه البكر كرم. فهي البلالين جزء من باب أن كل الأطفال يعرفوا فيه أنه طفل إن ولد على هاي الدنيا وأبوه معتقل في زنازين أبناء بلده، فهي لفت الانتباه أيضا، ويعني تعاطف إنساني من أطفال مع أطفال، وأيضا توزيع هي حلوان ولادة الطفل كرم أيضا اللي بتحمل ذات الشعار، هي يعني كل هاي الطرق لفت الانتباه وتشجيع الناس على الالتفات حول قضية الاعتقال السياسي، يعني انزلوا على الشارع، ابعدوا عن الخوف، الخوف ما بيجيب أي نتيجة، اللي بيجيب نتيجة هو استمرار اعتقالنا أبنائنا 76 يوم، الخوف وصلهم ل 76 يوم. مع ولادة زوجة أحمد لابنهم البكر يعني صعب أوصف المشهد وقساوة اللحظة، لحظة قاسية جدا، اللحظة اللي بتكون كلها فرح وبنستقبل حفيد جديد، حفيد رقم 13 للعائلة، وبكر أخوي أحمد الأسير المحرر اللي لم يمضي على زواجه عام. كانت ولادته لحظة ثقيلة، كان بدل الفرح كانت يعني غصة، لازلنا حتى اليوم. وأحمد اليوم شاف صور ابنه، لما اتوجهت عائلتي لزيارة أحمد اليوم شاف ابنه أول مرة شافه بالصورة، رغم المناشدات من اللحظة اللي دخلت فيها زوجته المستشفى، رغم المناشدات لإنقاذ هاي اللحظة الإنسانية، إلا أنه كافة الأجهزة الأمنية رفضت، وكافة السلطات والمؤسسات يعني أخبرونا أنه كل الأجهزة رافضة لأنه يتم إحضار أحمد لحضور ولادة زوجته.